بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 48. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. عرضنا جزءا كبيرا من أسئلتهم في حلقات مضت، وفي هذا اللقاء تسأل إحداهن أو يسأل أحدهم فيقول: فضيلة الشيخ، حاولت كثيرا عندما أقف للصلاة ألا أفكر بشيء سواها، ولكن كل محاولاتي باءت بالفشل، وعندما حاولت أن أشغل تفكيري بالآيات التي أقرأها، لكن لكثرة قراءتي للآيات نفسها لم أستطع أن أظل مركزة. إذا السؤال من مستمعة: لم أستطع أن أظل مركزة على الصلاة، فضيلة الشيخ أرجو أن تدلني على أفضل طريقة أستطيع بها أن يظل تفكيري في الصلاة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالخشوع في الصلاة هو روحها وهو لبها، والواجب على المسلم أن يحاول الخشوع في الصلاة، وذلك فعل الأسباب التي تجلب له الخشوع، وأعظمها استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى الذي هو واقف بين يديه. فإن الإنسان ولله المثل الأعلى، لو كان واقفا أمام أمير أو ملك أو رئيس من الرؤساء لرأيته في غاية الحذر من أن يحصل منه شيء ينتقد أمام هذا البشر، فكيف بالإنسان الذي يقف أمام ملك الملوك؟ فإن الله سبحانه وتعالى كما صح في الحديث ينصب وجهه قبل وجه المصلي ويجيبه إذا دعاه، فهذا موقف عظيم يستحضره المصلي فيخشع بين يدي ربه عز وجل. كذلك من أسباب الخشوع أن لا يدخل في الصلاة وهو منشغل البال بأفكار أو بأعمال تشوش عليه صلاته، بل يقطع هذه الأعمال وهذه الأفكار وهذه الأمور وهذه الأشغال ويقبل على صلاته. وكذلك من أسباب الخشوع أن يتخلى الإنسان عن ما يشغله في الصلاة كأن يدخل فيها وهو بحضرة الطعام الذي يشغله. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام. وكذلك لا يدخل في الصلاة وهو حاقن للبول أو يدافع الغائط، قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فيدخل في الصلاة وهو مرتاح البال، ليس عنده أو فيه ما يشغله عن الحضور فيها. ومن أعظم ما يجب الخشوع أيضا تدبر القرآن، فالإنسان يقرأ الفاتحة وهي أم القرآن وأعظم سورة في القرآن، يتدبرها كل آية وكل كلمة من كلماتها العظيمة يتدبرها وهو يقرأ في صلاته، فيخشع يتدبر ما يقرأ بعد الفاتحة من كلام الله عز وجل، فإن هذا سبب لخشوعه. قال سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فينصت لقراءته إذا كان يصلي لنفسه ويخشع فيها ويتدبرها، وكذلك ينصت لقراءة الإمام إذا كان يصلي خلف إمام يجهر بالقراءة، فإن هذا من أسباب الخشوع. وكذلك إذا عرض له عارض من تفكير أو من وسوسة، فعليه بالمبادرة برفضها وتركها والإقبال على صلاته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحداهن تقول: أنا فتاة مسلمة محتشمة في لباسي، وأرى بعض الفتيات المسلمات وغير المسلمات يرتدين ألبسة سافرة، وأنا لا أستطيع نصف
أصحى جميع هؤلاء النساء وأحاول أن أغض النظر عنهن. هل يجب علي أن أغض النظر كما يغض الرجل أن الرجل نظره عندما يرى مثل أولئك النساء؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة كلها واجبة، فقومي بما تستطيعين من مناصحة أخواتك المتساهلات الحجاب ووعظهن وتذكيرهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء النساء المتساهلات في أمر الحجاب بالوعيد الشديد. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يغلبون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. والسبب في هذا أنهن على هذه الصفات الممقوتة التي لا تتناسب مع عفة النساء وحياء النساء، فإن المرأة عورة، والواجب أن تستر نفسها عن الرجال وفي الأسواق وفي الأمكنة التي هي مجال للفتنة. قال الله سبحانه وتعالى لنساء نبيه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والمتبرجة هي التي تظهر زينتها. وإذا كان هذا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أفضل نساء على وجه الأرض، فكيف بغيرهن من نساء المؤمنين؟ فهن أيضا أولى بهذا الأدب العظيم، وعليك بمواصلة النصيحة معهن. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية. فنهى سبحانه وتعالى المرأة عن إبداء الزينة إلا لمحارمها، فالواجب عليك مناصحة هؤلاء النسوة وعدم الياس من هدايتهن. تقول إحدى المستمعات: شيخ صالح، كنت إذا قرأت القرآن وتأملته أبكي، ولكني ألاحظ أن تلك الحالة ابتعدت عني بعض الشيء، ما السبب في نظركم وما التوجيه إلى أن أعود للخشوع والتأثر بالقرآن؟ جزاكم الله خيرا. عليك بتدبر القرآن والتفكر في معانيه، فإن هذا مما يسبب الخشوع. قال تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أما القراءة التي هي مجرد مرورا على الآيات والقلب غافل، هذه قراءة لا تؤثر ولا تجلب الخشوع. فعليك بتدبر القرآن والتفكير في معانيه وحضور القلب عند التلاوة، وألا تقرأ القرآن وأنت في حالة انشغال فكر، بل تفرغي لتلاوة القرآن، فإن ذلك أدعى للخشوع، ولا سيما في آخر الليل وفي صلاة التهجد، فهذا أدعى للخشوع. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. والناشئة معناها القيام بعد النوم من آخر الليل، يكون الإنسان قد أخذ راحته واستعاد قوته، وفي الليل تنقطع الشواغل والأعمال الدنيوية، ويكون الحضور حضور القلب مع الرب أكمل وأدعى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا في هذه الرسالة شيخ صالح شكوى من قطعة الأرحام، وشكوى أيضا من أولئك الذين يتسببون في قطيعة الأرحام، إما بالكلام أو النظرات أو الغيبة والنميمة والكذب وما أشبه ذلك. وترجو من الشيخ صالح كلاما موسعا حول هذا الموضوع يعالج هذه القضية، جزاكم الله خيرا. أسلفنا الكلام في هذا الموضوع في جواب في أول هذه الحلقة. وقطيعة الأرحام لا شك أنها جريمة، وأنها كبيرة من كبائر الذنوب، وأنها خطيرة جدا، لأن الأرحام لهم حق. على تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها. فعلى من وقع في شيء من قطيعة الأرحام أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يستعيد صلة الأرحام قياما بالواجب وحذرا من غضب الله سبحانه وتعالى. قال: عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلا شك أن صلة الأرحام حق واجب، ويأتي في المرتبة الثالثة من الحقوق العشرة المذكورة في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، إلى آخر الآية. فعليك فعلى السائل أن يتذكر هذا وأن يصالح أرحامه إذا كان بينه وبينه قطيعة، فإن استجابوا
لنصيحته فبها ونعمت، وإلا فإنه يقوم بما أوجب الله عليه وهم مسؤولون عما أوجب الله عليهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة من أحد المستمعين، يقول أخوكم الأحمري، يقول: يوجد لي أخت تصورني بعشر سنوات وهي متخلفة عقليا ولا تعلم من أمور هذه الدنيا شيئا، وقد توفي والدي منذ زمن، وأنا الآن أقوم برعايتها وأقوم بالإنفاق عليها، وهي كإحدى بناتي تماما. وأختي هذه تتقاضى مبلغا من المال سنويا من الدولة وقدره 5000 ريال، هل علي إذا ما جمعته إلى مالي وأنفقت على الجميع من هذا وذا؟ جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا في إحسانك إلى أختك، لا سيما وأنها بحاجة إلى الإحسان لحالتها العقلية، وهذا أمر واجب عليك وتشكر عليه، ولك فيه الثواب من الله سبحانه وتعالى. وأما ما يخصها من الدراهم التي تدفعها الدولة فهذا حق لها، تنفق عليها منه، وما زاد فإنك توفره لها وتبقيه لها، لأنها بحاجة إلى توفير المال وتنميته، لعل الله أن يجعل فيه البركة فيغنيها عن الناس في المستقبل. عليك أن توفر ما زاد عن نفقتها، تحتفظ به لها، ولا تضعه مع أموالك، تضيعه مع أموالك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من المستمع أبو سلطان من الطائف، يسأل ويقول: توفي والدي وعليه مبلغ من المال دين، فقال أخي الكبير بعد دفني: أشهد أيها الناس بأن دين والدي في ذمتي وسوف أقوم بسداده إن شاء الله، علما بأن حالته المالية صعبة فلم يستطع التسديد إلا نصف المبلغ. أفيدونا جزاكم الله خيرا، هل على والدي إثم وهل يعذب في قبره، وهل الدين انتقل من ذمة والدي إلى ذمة أخي؟ جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم. أخوك أحسن في تحمله هذا الدين عن والده وتعهده بسداده، ولكن الدين يبقى في ذمة الميت حتى يقضى عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم لما تحمل أحد الصحابة دينا عن ميت وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد يومين سأل هذا المتحمل هل أدى هذا الدين، فقال إنه لم يؤده إلى الآن، لأنه رأى أن المدة قصيرة. ثم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فسأله عن هذا الدين، فقال: قضيته يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن بردت عليه جلدته، فدل على أن الميت مشغول بدينه، ولو تحمله عنه بعض الأحياء فإنه لا يزال مشغولا به حتى يقضى عنه، مجرد التحمل لا يسقط الدين عن ذمته. وقال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة بعثت برسالة في 4 صفحات من الحجم الكبير. أحد أسئلتها في هذه الصفحات الأربع يقول: أنا كثيرة العصبية والاكتئاب وقليلة الهدوء، ولا أرتاح إلا قليلا من الوقت، لا أدري لماذا، بماذا تنصحونني وماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. هذا يظهر أنه مرض نفسي، فعليك ذكر الله عز وجل، الإكثار من ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن والاستعانة بالله من الشيطان الرجيم، ولا مانع أيضا أن تراجعي أحد الأطباء النفسيين لعله يجد لك دواء، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل الداء وأنزل الدواء، وما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا في أحد أسئلتها تقول: الست من شوال، وأنا لم أقضي ما علي من رمضان الذي أفطرته نتيجة عذر شرعي، بماذا توجهونني الآن؟ جزاكم الله خيرا. وماذا على المرأة إذا ما صادفتها تلك الحال؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن قضاء الواجب ألزم وآكد من صيام النافلة، فكان الواجب عليها أنها قضت الواجب الذي في ذمتها من رمضان، ثم بعد ذلك تصوم تطوع. أما وقد حصل منها أنها صامت النافلة ولم تقضي ما عليها، فصيامها صحيح إن شاء الله، ولكن يجب عليها المبادرة بقضاء ما عليها من رمضان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا لها سؤال تقول: إنها
أنها لا تستطيع طاعة والدتها في كل شيء، هل تكون آثمة؟ والحال ما ذكر لا تكون آثمة فيما عجزت عنه، قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا أطاعت والدتها فيما تستطيع فقد أدت الواجب عليها ولا تسأل عن الشيء الذي لا تستطيعه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أصيب الإنسان بمصائب هل يعد هذا من غضب الله تعالى؟ المصائب تكون عقوبات وتكون كفارات للمؤمنين، تكون عقوبات للكفار والمنافقين، وأما بالنسبة للمؤمن فإنها تكون مكفرات كما جاء في الحديث لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب إلا كان ذلك كفارة لذنوبه، حتى الشوكة يشاكها، فللمؤمن خير وتكفير وتطهير، وقد تكون له رفعة درجات إذا لم يكن عليه سيئات وذنوب، تكون له رفعة درجات وزيادة في حسنات، فالمؤمن لا يضيع أجره عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له عجب، إن أصابته سرا فشكر أجر عليها، وإن أصابته ضرا فصبر أجر عليها، وليس ذلك إلا للمؤمن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من مرسى مطروح في جمهورية مصر العربية رسالة بعث بها مستمع من هناك، يقول خالد خليل أبو بكر يونس، له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول عندنا جماعة قبل موسم التين بأيام قليلة يضعون زيتا على التين حتى يستوي قبل أوانه، وهذا الزيت هو زيت الذرة، علما بأنه يكون فيها نقص عن الاستواء بعض الشيء، ما حكم الشرع في ذلك؟ هذا العمل باطل ومحرم لأنه غش، قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، الغش محرم فلا يجوز هذا العمل، لمن يريد بذلك التدليس على الناس وبيع هذا التين على أنه ناضج وعلى أنه قد طاب وهو ليس كذلك، وإنما عمل فيه هذه الحيلة فظهر بغير مظهره الصحيح، وليس هذا خاصا بالتين بل هذا عام في كل السلع التي تعرض للبيع، لا يجوز التدليس فيها ولا يجوز الغش فيها. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم على بائع الطعام فأدخل يده صلى الله عليه وسلم في الطعام وأدرك في أسفله بللا يعني شيئا من الماء، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر، قال أفلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا. فإذا كان الذي أصابه المطر وليس هو من صنع الإنسان يجب على البائع أن يظهره للناس، فكيف بالذي يعمل هذا الشيء هو للسلعة ويغير ملامحها حتى تظهر بالمظهر الذي يشوق الزبائن وهي ليست حقيقة وإنما هي غش وتدليس، فهذا عمل محرم، والواجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل، وما كسبوه وراء هذا العمل فإنه يكون حراما لأنه في مقابل غش وتدليس وأكل الأموال الناس بغير حق. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الشرع في رجل عنده زوجتان ترك الأولى وذهب للثانية؟ لا يجوز له أن يذهب إلى الزوجة إلى إحدى الزوجتين ويترك الثانية، بل عليه العدل، يجب عليه العدل بين الزوجات، قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فالعدل واجب، قد جاء في الحديث أن من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، عقوبة له، فلا يجوز الحيف مع إحدى الزوجتين وترك الزوجة الأخرى، فالواجب العدل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، الواجب عليه أن يعدل فيما يستطيع من النفقة والكسوة والسكنة والمبيت، حقوق الزوجية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم.